فقالوا لا الشيخ غلطان اسمعوا وأطيعوا صح آمنا بالله حديث الرسول لكن ما هو لهذا أجل من؟ نسمع حديث حذيفة يا أخوان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي شوف الصفة الأولى ولا يستنون بسنتي سنتي بعيدة جدا عنهم ما لهم علاقة بسنتي ولا بهداي وهدى الرسول ايش القرآن والسنة وسيقوم فيهم رجال في اولئك الأئمة والحكام رجال يقول قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس يعني الصورة صورة انسان والقلب قلب شيطان انا اسألكم بالله حكامنا وصلوا لها المرحلة هذه لا والله حرام والله حرام <applause> اذا لو الحاكم وصل الى هذه المرحله لا يهتدون بهدي رسول الله ولا يستنون بسنته قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس يقول حذيفه رضي الله تعالى عنه عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول قلت, قلت يا رسول الله ان ادركني ذاك كيف اصنع؟ الله اكبر عشان احنا نتعلم يا اخوان يعني إذا كنت أنا حي وجاء هذا الوصف اللي تقوله في الحكام ماذا أصنع؟ قال تسمع وتطيع للأمير لا إله إلا الله وهم يقولون اسمعوا وأطيعوا ما هو لهذا لمن كان مثل عمر منين نجيب لك مثل عمر؟ وأنا قلت لهم يومها قلت أن تصيروا مثل رعية عمر حتى الله يجيب لكم حاكم مثل مثل عمر أنتم الآن هل أنتم كالرعية الذين كانوا في زمن عمر لا والله إذن كيف تنشدون حاكما مثل مثل عمر الأصل عندنا في هذا كما تكون يولى عليكم نعم قال تسمع وتطيع للأمير شوف التفصيل شوف الزيادة قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع رواه مسلم الحديث في الصحيح: قلوب الشياطين جثمان إنس ويأخذ مالك ويضرب ظهرك ظالم من الدرجة الأولى ومع ذلك اسمع وأطع